مكملين حوارنا مع ضيوفنا دكتورة حنان الهلسة وبسمة الكيلاني بالتمييز بين الأبناء. منذكر أنه إحنا كمان شوي رح نكون لايف على صفحتنا على فيسبوك. تواصلوا معنا إذا عندكم أي أسئلة. حاليا إحنا لايف بتحبوا توجهوها لضيوفنا. أهلا وسهلا بتواصلكم. نعم. إذن استكمالا لحديثنا بسمة، كنا عم نحكي عن موضوع تحميل عقدة الذنب عند الأبناء. مرات بيكون انطوائي زيادة وضعيف، ومرات بتاخذ أبعاد ثانية بيصير عنده التمرد، ومرات الأهل بيرفضوا هذا التغير أو هذا التحسن. حكينا عن تجربة صارت معك بالعيادة. دكتورة حنان حكت أنه كيف مرات الطفل بيرفض هذا المشاعر بالذنب اللي عم يحاولوا الآخرين يحسسوا فيها، بس مرات هو بيروح للجانب الآخر. الجانب الآخر بأنه بيتقمص هذا الدور، وبيصير فعلا مقتنع أنه هو عنده مشكلة. ومنلاحظ أنه بيجوا على العيادة مثلا العيلة كلها وجايبين هذا الفرد من العائلة على أنه هو عنده مشكلة نفسية أو عنده مشكلة انفعالية أو كذا. ومنلاحظ أنه هو تماما مقتنع وجاي على العلاج برجليه يعني. فمنلاحظ بعدين لما ببلش يتحسن أنه بيصير في مقاومة فظيعة من العائلة لهذا التحسن، رغم أنه عم بيصير كتير أحسن، عم بيروح على جامعته، عم بيعمل شغله، ومنكون إحنا متوقعين أنه بالعكس هم ينبسطوا. فمنلاحظ مقاومة حتى كمان مرات من الإخوان. وبيصيروا مرات يهاجموا المعالج إنه شو؟ بتهمة إيش؟ بتهمة أنه عم بيقوى علينا، انت عم مش عم بتعالجه، انت عم بتعلمه الوقاحه، انت كذا. ف بينما انت بتكوني يمكن عودتيه يعبر عن حاله. بالضبط، بتكوني انت قويتيه، عودتيه يعبر عن حاله. فبيكون جوابنا مرات لهم انه عشان يقوى مع المجتمع ويصير قد حاله زي ما انتم بدكم، لازم يقوى كمان بالبيت. هي مش شغله انتقائيه. بقوى هون وما بقوى هون. تمام. عندي سؤال. أم شادي عم تسأل، وأظن أنه هذا كتير ببيوت، يعني بيقول لك أنه أحياناً الأهل بيعطوا المشكلجي اللي في عندها ملاحظتين والتنتين حسيتهم يمكن بكتير بيوت بتكرر. أم شادي بتقول أحياناً بنعطي المشكلجي اللي بده إياه عشان نتحشى ونتحشى مشاكله وصياحه. هذه واحدة. بعدين كمان بتقول أحياناً منميز بين الأولاد لأنه بتصيب من تصرفات الأولاد. في ولد بيكون بسمع الحكي ومؤدب، وواحد بيكون عصبي، شو ما تحكي له بيصيح وبسب. لا شعوريا بنصير احنا تميلي للطفل الرايق. بفكر هاي بكتير بيوت بتصير. شو نعمل؟ هذا بدنا صوته عالي مشان نسكته بنعطيه اللي بدنا اياه، وبنصير نميل للاهدى. شو نعمل؟ شو يسووا؟ احنا حقيقه لما عم نعمل هيك احنا عمالنا منزيد السلوك وعم نعززه. لما احنا بنعطيه اللي بده اياه احنا عم نكافئه، فبالتالي في كل مره قادمه بده يصير بده شغله، بده يصعد عشان يحصل على اللي بده اياه. فبالتالي هذا رح يزيد نفورنا تجاهه، ويزيد قربنا من الاخر اللي هو عماله بتصرف بالطريقه الثانيه انه عم بيكون هادي وكذا. احنا دخلنا في كمان في حلقة مفرغة عم بتعزز نفسها، وبرضه ممكن يكون هذا باللاوعي. والوعي هو اهم سلاح بانه احنا نبطل نعمل هيك. طب شو لازم يعملوا؟ بالضبط، يعني احنا بدنا نحل هذا الموضوع. المشهد بنشوفه هادي حبيبي، هذا هادي وهذا مجنون. اهم شيء انه الام تتعلم ضبط الذات وضبط اعصابها. هلا الولد بصير يصرخ بده الشغله، خليه يصرخ ان شاء الله 3 ساعات 4 ساعات ما في، ومش بس تهمله، لا تصير تحكي له. إذا بتقعد هادي وبتحكي بأسلوب لطيف أنا بعطيك. هو طبعا بالأول بصير يصرخ ومش عارف شو، تتركه. هلأ مرة تانية بدال ما 3 ساعات ممكن ساعتين ياخذ. مرة ثالثة برضو بكرر، بعدين خلاص بصير يرد على أمه، هي بتأكد على أنه إذا بتقعد هادي أنا بعطيك. صح، أقعد وأسكت. نعم، وبدك أم قوية، يعني أم تتحمل مرات نظرات الناس والمشهد. بس المهم أنه على قليلة يتعلم. طبعاً. طيب. يعني اللي بدها تصير أم لازم تعرف الدور. في سؤال عن بس بدي أعلق كمان على هلأ هي بتصير تتميز الولد الثاني عن هذا الراية. بالضبط، هلأ بصير في يعني زي نوع من الطفل الثاني هداك، لأنه بكره أخوه بصير
يزداد في الطاعة. هي مش لازم يتعلمه أنه يزداد في الطاعة. لازم يتعلم كمان أنه مش كل لما هيك لازم تطيع. صح. لأنه صح. هذا بصير نوع خنوع. من أيوة الخنوع والانتهازية. في عنا إحنا سؤال، مرات إحنا نكثر من التربية بمعنى الحزم اللي يفقد الجوهر أو المعنى، بمعنى أنه إحنا بنضلنا نأنب أبنائنا. سؤال، هل التأنيب الدائم يضعف الشخصية عند الأبناء؟ تفضلي. اوكي، هلا هو في مراحل مهمه بالطفوله المبكره. الطفل التانيب الزايد بيأذيه، لانه هو لسه عم ببني، بشوف قيمته من عيون الاخرين اللي هم اقرب الناس اللي هم الاهل. فبهذا العمر بالعكس هو بيحتاج، يعني خلينا نقول بين عمر او من وقت الولاده لعمر 7 سنوات تقريبا، هو بده محبه وتقبل وتشجيع وعطف وحنان بقدر الامكان. كل ما بلش يصير واعي واكبر، كل ما صار لازم يعرف الغلط والصح. طبعا في اساسيات تبدا من الطفوله المبكره، انه يعرف انه هذا غلط، بس لازم يتفهم ليش هذا الاشي غلط، ولازم يعرف انه ورأسا اول ما بيقرب منه مثلا، خاصة امور السلامة والامان بعده عنها، مع الوقت خلص بصير يعرف انه هذا الاشي انا ما بصير اقرب عليه، بس بدون ضرب، بدون او لا هاي اللي عطوا لا اوعك، هاي مرات بتنقذ الطفل، بتخليه عن جد ما عنده قدرات. خلي يصير عنيد. تفضلي. كملي ولا لا؟ تكمل. طيب سوري انا. لا بالعكس. هلا مرات كتير الطفل ما بيكون عارف خطورة الاشي، مثلا بمسك سكينة وهو مش عارف، هلا الام بتنط لا بصر شو بدها تاخده، بتنح وبتماسكه. ايوه. وهون كتير غلط. انا بدل ما اقول لا ومش عارف ايش، هذا لسه بتعلم، بده يعرف الحياة. بجيب لعبة طوالي من حوالي او اشي بحبها، بقوله يي تعال نلعب هون، شو بدك هاي، هي مش وسخه مش نظيفه، تعال نلعب في هاي. بلاهي طوالي بترك هاي وبيجي. يعني هاي نوع من الاسلوب البديل للتعامل. هذا حل مزبوط. نعم. اوكي. في معنا محمد من صفحتنا على فيسبوك، لحظه بس عم بينقلوني السؤال. خلينا في عندك صار ولا هلا راما عم تقول لي عن محمد؟ في سؤال عن موضوع حب من الفيسبوك، حب البكر، يعني في بتحكي انه انا بحب بنتي البكر اكثر من باقي الابناء، كيف ممكن اتعامل مع هذا الشعور؟ تفضلي. خلي دكتوره حنان تفضلي. هذا طبيعي، لانه دائما الطفل الاول هو ثمره يعني الحياه اللي بيكون الواحد بيحلم فيها. طبيعي جدا الطفل الحب زي ما بيحكوا، وبالتالي الأم بتحس إنه هذا جزء منها. هلا هي بتحبها okay يعني ما بتقدريش تقولي، بس يعني بتقدريش تعملي إشي، لكن مش لازم تخلي هاي المحبة تظهر على أساس إنه تهمل الأصغر. يعني تحاول قدر الإمكان إنها تعطي دور للأصغر وتهتم فيه. وهذا بده جهد يمكن عندها شعور بالذنب، انه انا طب انا ليه عم بحب ابني الاكبر. شعور الذنب عند الاهل مرات صعب التعامل معه. مزبوط. طبعا هو شعور بالذنب بيكون اصلا هي تربى عندها من طفولتها. فهي بتعكسه على بنتها. حلقه مفرغه من ضمن دور. هلا في عندي سؤالين بس ما تفضلي. بس كمان المشاعر الذنب هاي اللي ممكن تكون عم بتبعد الام عن الاولاد الاخرين. فهي اذا قدرت تتصالح مع هاي المشاعر وتتقبل مشاعرها، أنا معلش عندي مشاعر تجاه هذا الطفل، بس هذا لا يعني أنه أنا بالمرة ما أعطي الآخرين اهتمام أو أو أحبهم. كمان معرفة الأهل دائما أنه إحنا ما بنعرف مين بالآخر رح يكون فيه خير أكتر، أو يكون أقرب، أو يكون بار أكتر. حقيقة ما بنقدر نعرف. الأطفال بتغيروا، ومدخلات تانية بتدخل على حياتهم بتأثر عليهم، مثل الزوجات وأولادهم وانشغالاتهم، وكان هذا الطفل بعيد في بلد تانية ولا قريب. فمعرفتهم انه بهاي التغيرات بخلي الأم ما تحس انها بدها تحط كل جهدها في هذا الطفل اللي هي بتحس انه ممكن يكون هو اللي رح ينشلها ويساعدها وبمكبرها يكون حواليها، فبتصير توزع بالتساوي أكتر. وكمان
كمان ضروري كتير انه يعني تضل دايما تنتبه لهاي الامور وعلى صلة فيها مع نفسها. طيب خلينا نعطي نحن حلول، يعني زي ما نقول بنحكي نحن كيف بدنا ننشر المحبة، ننشر الفهم من كل المواضيع اللي عمالنا نشوفها، انه الاولاد هم بتعلموا من اللي بشوفوه مش شو بنقال لهم، فكيف احنا كأهل بدنا نعلم اولادنا على المحبة، على تقبل الآخر، على التعبير يمكن عن المشاعر؟ بحب اسمع منك دكتورة حنان وكمان من بس. هلا اول شيء العلاقات الأسرية ينتبهوا لها الأهل. هلا الأم والأب خلافاتهم قدام الأطفال هاي كتير خطيرة. تاني إشي الأم لما بتبلش تحكي على حماتها وعلى سلافها وعلى مش عارف إيش وإلى آخره قدام الأولاد، ما هي بتعلمهم الكره. المفروض إنه يعني أي خلافات عائلية ما يدخلوا الأطفال فيها والأطفال ما يعرفوها، خلص عمك خالك عمتك كل هذا بمحبة، لأنه هاي برضو من نوع من تعليم الكره وهن مش دريانين. جيراننا اللي بيعزبونا أو الناس اللي ثقافتهم أخرى، خصوصا بعض الناس اللي متدينين زيادة، بصيروا مثلا لا هذا ما بصيرش حرام، هذا من دين آخر، هذا من كذا، هذه مش لازم تذكر في داخل البيت، لازم يتعاملوا معه على أنه إنسان، مش مهم شو دينه، أنا بدي أتعامل معه، ما نعزز الاختلاف. بالضبط. هلا بالتلفزيون هلا ما شاء الله يعني ثقافة الكراهية مشهور يعني منشورة. أيوة. بطريقة غير عادية. الإعلام التلفزيوني كمان له دور، له دور أصلا بأنه لما بيجي يحكي عن العدو أو عن الآخر وبنكيف إذا صار في إشي، مثلا حرق الأشجار في فلسطين، طب يا ابني ما هاي أرضنا مش هم إلهم. صح. يعني ما بنفهم نعلمهم كيف ينظروا للمسألة، بينظروا إلها بطريقة كتير حقيقة. بالآخر برجع علينا إحنا كأسرة وكمجتمع. هلأ وكمان نفس الشيء قصة الفقر، يعني اللي هلأ عمانا بنعاني منها واللي عم تنتشر. هلأ الأب والطفل بتفرجوا على التلفزيون ولا في مش عارف إيش ولا هذا تعال وروح وجيب، ثقافة الاستهلاك. أنا ما بقدر أوفر لابني هذا الحكي، فبصير عندي نوع من الحقد على الناس التانيين، بصير أسب وألعن. أيوة. طب ما هو الطفل هذا بيسمع. مزبوط. بصير عنده هذا الحقد، يعني يكون عنده تنشئ الحقد على الآخر. بالزبط. الكلمة الأخيرة لو سمحتي إليك ست بسمة. يعني نبدأ بأنفسنا، نحب حالنا، نشتغل على علاقتنا الزوجية بدون ما ندخل الأطراف الثانية فيها. وكمان كتير ضروري أنه إحنا ضيعت النقطة. ما يكونوا إحنا اللي منطلعوا أدنى مرات عليهم. لا، وضروري كتير نعطي كل طفل وقت لحاله. لا. لأنه الأطفال زينا، يعني زي ما منشوف في أشخاص اجتماعيين وبسرعة بدخلوا بالناس، بس في آخرين باخدوا وقت يتفهم. بس بيكون كتير عندهم جوا محتوى ثمين. فكمان نفس الإشي الأطفال. مرات لما نعرفهم مزبوط وندخل في عالمهم، ندخل في داخليتهم، منشوف فيهم أشياء رائعة احنا مو شايفينها. صح. لازم نعود حالنا، فلازم نعطيهم الوقت انه ندخل جواهم. حلو. نعرف شو عم بيفكروا، شو عم بيحكوا، شو اتجاهاتهم. معلش بس نقطة، مرات توتر الأم والأب لما بيكونوا جايين من الشغل وبيعكسوه على الأولاد، بصير يحس الأولاد إنه هم يعني مصدر هذا التعذيب لأهليهم. وهذا برضه بصير حقد على الآخر، وبصير يعني شعور بالذنب وبيعكسوه على الآخر. كان عندنا سؤال هيك إنه أب بيقول إنه هو والأم بيشتغلوا فبصيروا يسبوا على الأولاد، شو بيأثر؟ بالضبط. بصير أحس أنا بصير هيك يعني أنا إذا بحس حالي مش قادرة أوفق، إذا أختار واحد من الطريقين. يعني إن شاء الله نكون وصلنا الفكرة. هو دائماً بنحكي موضوع التربية شائك، وخصوصاً مع المعطيات الجديدة اللي عم نعيشها. إحنا للأسف انتهى وقتنا. بدي أشكر حضوركم النوعي والإضافة اللي أعطيتنا. شكراً للإضافة الحلوة هاي. شكراً للمتابعة، ما تنسوا تشتركوا في القناة لتشوفوا كل شيء جديد.